ولكن فعلا الشعب العراقي، أنا عندي صديقات كثيرة كانوا معي في الجامعة من العراق. الشعب يعني غير الرجولة والنخوة اللي فيكم، طريقة معاملتكم وأسلوبكم، وعندكم كلمات تستخدمونها، مفردات تستخدمونها، يعني إذا الواحد معصب ومتضايق يسمع هذه الكلمة يروق خلاص ينسى. يعني في عندكم أسلوب في التعامل، وهذا الشيء إحنا نشوفه ترى ونلاحظه من خلال الإعلام أو خلال المعاملة الشخصية. فجدا فعلا نحبكم، نحبكم من إحنا نحب كل شعوب الخليج علي، بس إذا نتكلم عنكم أنتوا شعب شعب لا معزة خاصة الصراحة، يعني بالذات لي أنا الصراحة، ده أصدقائي اللي يتابعوني، ما أدري إذا قاعدين يتابعوني الحين، ولكن هم يشهدون على كلامي إني دائما كنت أقول شعب يعني